حول هذه المرة إلى محافظة سوهاج، حيث يستمر العمل في مشروع الصرف الزراعي المغطى بمحافظة سوهاج بالتعاون بين مديريتي الزراعة والري، وذلك بهدف تحسين جودة الأرض الزراعية وامتصاص الملوحة الزائدة من التربة، ما ينعكس بالإيجاب على إنتاجية الفدان من المحاصيل. من سوهاج تفاصيل عفا مع زميلين خالد زيدان وعبير مصطفى. تقوم مديرية الزراعة بسوهاج بالتعاون مع مديرية الري والجهات التنفيذية باستكمال المشروع القومي للصرف الزراعي، حيث يهدف المشروع لتحسين وجودة الأراضي الزراعية بالوادي القديم وبخاصة الأرض الأقل خصوبة. صرحت بذلك المهندسة أمل إسماعيل وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، وأضافت بأن الصرف الزراعي يقوم بتقليل نسبة الملوحة، وينعكس ذلك على جودة الأرض وزيادة إنتاجية الفدان من المحاصيل. مديرية الزراعة بتنسق مع كل المديريات الموجودة، وفي تنسيق وتعاون تحت قيادة السيد الوزير المحافظ، إن كله بيعمل في فريق عمل واحد، سواء إحنا أو الري أو التضامن، وكده كل الزراعة طرف في كل مع كل المديريات. أهم هذه المديريات اللي بينا تلاحم وتكامل بينا هي مديرية الري بقيادة الباشمهندس مجدي، وبيبقى في تنسيق دائم قد يكون على مستوى اليوم على 24 ساعة، في تنسيق دايم بين الري والزراعة. أهم المشروعات اللي تقدر تخدم المزارع وهي اللي على الساحة حاليا هي مشروعات الصرف الزراعي، وده أصلا بيتعمل للأراضي لتحسين جودتها وتحسين الصرف فيها، اللي بيؤدي لزيادة الإنتاج وبيؤدي لتوفير مية الري والاستفادة من كافة الأسمدة المحطوطة في التربة، تحسين قوام التربة اللي بيؤدي في الآخر لزيادة الإنتاج في الأماكن دي بعد تقليل الملوحة في التربة بعمل الصرف الزراعي. كلمة يا فندم بتوجهها للمزارعين لتحفيزهم على والله يعني احنا كل المزارعين يتبعوا خطة الدولة، لان هو الصرف الزراعي بيتبع من خلال خطة الدولة، بتحطها بتقسم الاحواض وفقا لجودتها، وبالتالي بتبدأ بالاحواض الاقل خصوبة او اللي فيها نسبة الملوحة عالية. فاحنا بنقول لكل المزارعين يعني احنا الصرف الزراعي دي حاجة تخصك انت، وحاجة بتحسن من قوام التربة بتاعتك، ومديرية الزراعة مستعدة لتقديم كل الدعم للإدارة العامة للصرف الزراعي. أعزائي المشاهدين، كان معكم خالد زيدان من سوهاج لقناة طيبة.